أهلا وسهلا بكم أصدقائي إلى حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول. في هذه الحلقة سوف نتكلم على طريقة لإخفاء الأقراص الصلبة. أنا عندي في جهاز الكمبيوتر سي دي إي عدة أقراص، أريد أن أخفي فرضا القرص دي. عندي معلومات مهمة، عندي حسابات، عندي أي أمور أخرى، أريد أن أخفي هذا القرص عن أعين الناس لكي لا تراه، أو عن أعين أطفالي إذا كان لدي أمور مهمة جدا لا أريد أن يعبثوا بها أو يضيعوها. الطريقة سهلة جدا، وهي عن طريق ويندوز دون أي برامج. في البداية نذهب إلى جهاز كمبيوتر، زر يميني، منج، إدارة، ومن ثم ننتقل إلى ديسك مانجمنت، إدارة الأقراص. كما تشاهدون إخواني، سوف تظهر لدي القطاعات أو الأقراص التي لدي سي ودي، وأنا أريد حاليا إخفاء القطاع أو القرص دي. للملاحظة، لا يمكن إخفاء القرص سي لأنه عليه النظام الأساسي، وبالتالي لا يمكننا إخفاءه، وفي حال قمنا بذلك سوف نقوم بعطب الويندوز. إذا أريد أن أخفي القطاع دي. للملاحظة وأكرر أن عليه بيانات، أنا عليه بيانات مهمة أريدها، وعندما أخفيها يجب أن لا تذهب هذه البيانات، ويجب أن تبقى في مكانها. أقوم بالضغط على القطاع دي بالزر اليميني. كما تشاهدون أختار Change Drive Later and Path، وهو تغيير اسم القطاع. كما تشاهدون عندي القطاع هنا اسمه دي، أقوم بعمل Remove لهذا الاسم. تأتيني رسالة تحذيرية بأن هذا القطاع سوف يتم حذف الاسم. نعم، تم حذف اسم القطاع دي، بالتالي هو الآن بدون اسم نهائيا. كما تشاهدون انتقلت إلى جهاز كمبيوتر، القطاع دي أو القرص دي كله لم يعد يظهر داخل جهاز الكمبيوتر. كما تشاهدون القطاع دي غير موجود ولا يستطيع أحد الوصول إليه. الآن السؤال، كيف أستطيع إظهار هذا القطاع للتعامل مع البيانات الموجودة داخله أيضا؟ نؤكد على قضية البيانات أنها ما زالت موجودة. نذهب إلى نفس المكان، إدارة الأقراص، ومن ثم نذهب إلى القرص دي نفسه الذي أخفيناه، زر يميني ونفس الخيار Change Drive Later، ونضيف له اسم في هذه المرة. نلاحظ خيار ريموف غير فعال هذه المرة لأنه هو في الأساس بدون اسم. الآن سوف نضيف له اسم Add. يفضل أن نضيف له نفس الاسم السابق، يفضل أن نضيف له نفس الاسم الذي كان له الدي، ولكن بالإمكان إضافة أي اسم آخر لا مانع، ولكن الأفضل هو نفس الاسم الذي كان عليه. مجرد بالضغط على أوكي عاد القطاع دي له اسمه. ندخل الآن إلى جهاز الكمبيوتر، سنلاحظ أن القطاع دي عاد بمساحته كاملة، وأيضا بملفاته التي كانت موجودة عليه، وأيضا بالملفات التي كانت موجودة عليه. وأهلا وسهلا بكم وإلى حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول.